هذا العقد اللي غادي يتم غنوضحوا ايضا هذه النقطه باش هاد ما يمكنش يكون نلزموا ونوضحوا هذه العلاقه ما بين المؤسسات الخصوصيه والاسر تكون واحد العلاقه شفافه واضحه ديال حقوق ديال الواجبات وهذه الواجبات الحقوق تكون واضحه ايضا ديال الاسر. واللي النقطه اللي حنا ركزنا عليها هي بعض الاحيان كانوا مشاكل في انتقال التلاميذ باش نعطيهم اللي سميتو حاولنا كل ما يمكن نجعلوا المصلحه ديال التلميذ فوق كل الاعتبارات. وهذو من النقاط الاساسيه اللي غادي يجي بها هذا العقد. مقررات التعليم الاجنبي احنا عندنا قوانين واضحه بطبيعة الحال عندنا قيم ديال واضحه ولازم نحافظوا عليها. ولهذا التطبيق ديال هذه القوانين بالنسبه لكل المؤسسات بما فيها المؤسسات اللي تتم اللي عندها تدريس اجنبي رفعنا من اليقظه رفعنا من مسايره ديال سميتو لو سويفي ديال هاد النقاط وطلبنا باش يكون ان سويفي زعما كاين منتظم من طرف الاكاديميات. وحنا كل ما وهنا الوسائل الاعلام راه تتلعب ايضا دور كل ما توصلنا بان هناك مشكل ما راه تيتم التدخل. انا يمكن نقول لكم المشكل ما مطروحش في الكتب لان الكتب المدرسيه ديال الدراسه راه تكون زعما كاين مصادقه عليها. ولكن بعض الاحيان تكون كتب تكميليه ولا اضافيه اللي تطرح مشكل. وهنا لازم يكون واحد التدخل يكون تدخل سريع باش نردوا الامور الى جراها. هذا الموضوع ديال حنا غادي في واحد الاصلاح عندنا جوج طريقه ديال الاصلاح. اما غنقولوا غنديروا مفاهيم وغنقولوا هاد المفاهيم في التنزيل ديالها غنديروا واحد الدوريه لكل المؤسسات نقولوا سيروا طبقوا هادشي. هاد العمليه يمكن نقول لكم بان ما غاتنجحش لان الا ما كانش واحد المواكبه. حنا انطلقنا بان حتى هاد المفاهيم الحقيقه تنشتغلوا مع مفتشين مع الناس مع خبراء دوليا وخبراء على الصعيد الوطني اللي تحدوا شنو هما نتكملوا على مدرسة الرياضة. هل الفهم راه ما كانش موجود السنة الماضية ولكن المكونات ديالو كانت لمسات كنا بدينا نشتغلوا في التجريب ديال بعض المكونات. دابا اعتبرنا بأن وصلنا لواحد النضج اللي يمكن تيجعلنا باش هاد المكونات نطبقوها في نفس المؤسسة نجمعوها. لان يعني كانت مفرقه كانت بعض المؤسسات تدير تجارب في هذا الموضوع وحده اخرى في مواضيع اخرى. حنا جمعناها في نفس المؤسسه واعتبرنا بان هذه المؤسسه يمكن لها تكون تصور ديال المؤسسه ديال الغد. وواكبناها بالوسائل التجهيزات باش هذه العمليه تنجح. التكوين ديال الاساتذه الانخراط ديالهم. انا الا مشيتي ميدانيا راه اللي غادي يدافع على الموضوع ماشي انا راه مفتشين اللي تيأثروا هذا الموضوع الاساتذه اللي تيطبقوا هذا. ولهذا تنعتبروا بان هذه واحد الطريقه ديال العمل اللي تنطلقوا امتلاك هذه المفاهيم من طرف معنيين تتم تطويرها تتم التجريب تنوسعوا هذا التجريب باش نعطي واحد الانطلاقه ونعطي واحد الاثار اللي هو مهم. ومن بعد غنوصلوا للمرحله ديال التعميم. وهذه المرحله ديال التعميم حنا بغيناها تكون مرحله ناجحه. لهذا حنا انطلقنا واحد العمليه اللي
راه الاطر التربويه هي اللي عبرت على الرغبه باش نخرط في هاد المدارس الرياضه. وخدينا كل المؤسسات اللي عبرت بصفه جماعيه على الرغبه باش نخرط. واليوم عندنا 628 مؤسسه، ولكن احنا الهدف ديالنا هو خلال هاد السنه نهيئوا الظروف الملائمه باش السنه المقبله تقريبا واحد 2000 مؤسسه والسنه اللي من بعد. اللي يمكن نقول لكم بان هذه المؤسسات موجوده في جميع الاقاليم، تتهم العالم القروي والعالم الحضاري ولكن كل الفئات اللي هي معنيه. ولهذا احنا تنعتبروا هذا احسن وسيله باش اولا نواكبوا هذا الاصلاح ويكون واحد الاصلاح اللي منتظم، ما نجيوش غير نعطيو زعما كاين ارقام، ولكن نبنيو مرحله من بعد مرحله. وهذا اللي غادي يساعدنا باش نجعلوا هذا الاصلاح النقطه اللي هي اساسيه، هي التحكم وهي الجوده، هي التحكم من تعلمات الاساس. مش نقولوا التحكم من تعلمات الاساس، تكلمتيو على الاميه ومحاربه الاميه، راه تيكون واحد التلميذ تيتمكن من تعلمات الاساس، الا كان واحد العمليه ديال التفتح تجعل هذا التلميذ تبقى فايق، تبقى تجتهد وتبقى وتتعلم طول الحياه، راه هذا هو اللي تيحارب الاميه. لان ملي تيخرج من المدرسه تيخرج عنده قدره باش يكمل المسار ديالو المهني ويحسن منه.